الرئيس السيسي يؤكد مواصلة الدولة جهودها لتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تحركت بسرعة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. الرئيس السيسي يشدد على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية. 9:00 7:00 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تحت شعار العودة معنا، تتواصل فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الرابعة بمشاركة الشباب من 196 دولة بمختلف قارات العالم. منتدى شباب العالم منصة دولية من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة ضمن الفعاليات الرئيسية ليوم الثاني من منتدى شباب العالم في مدينة السلام شرم الشيخ. وفي كلمتها أكد الرئيس السيسي أن مصر تسعى من خلال استراتيجيتها لحقوق الإنسان لتطبيق مفهوم هذه الحقوق بالمعنى الشامل بما يتضمنه ذلك من توفير حياة كريمة للمواطن رغم التحديات الراهنة وأهمها جائحة كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أهنيك من كل قلبي على النموذج اللي انتم اشتغلتم عليه فيما يخص محاكاة لموضوع من أهم الموضوعات اللي دايما بيتم استخدامها أو بيتم التعامل معها أو بيتم الترويج لها على أنها يعني موضوع متطور وراقي جدا مرتبط بحقوق الإنسان، وخاصة في قضية كانت كاشفة، قضية الكوفيد 19 والإجراءات اللي صاحبتها وقديه كانت، لأنها كانت على مستوى العالم، فما كانش في فرصة للدول ان هي تقدر يعني تقدر تتعامل معها الا في اطار اجراءات. كانت اتصور ان الدول الغربيه بالقيود اللي فرضتها كانت اول نقطه من النقاط اللي يمكن بعضها كان ضد مبادئ ومفاهيم هم متصورينها، على سبيل المثال زي حريه التنقل وحريه التطعيم او كلام من هذا القبيل. طب ما هو اقتضت المصلحة العليا للعالم كله وللدول ديت انها تاخد اجراءات وقيود كان الهدف منها حماية العالم كله وحماية الدولة الوطنية في هذه الدول. اتصور ان هذا الامر في حد ذاته يعني القى الضوء على ان اقتصار موضوع حقوق الانسان في حرية التعبير فقط والممارسة السياسية، وانه اهميه ان هو يبقى، يمكن ده كان الجيل الاول، والجيل الثاني كان الاقتصادي والاجتماعي، واحنا هنا في مصر ومنقولش ده عشان يعني نشير ان احنا كدوله حارسين على الموضوع دوت، احنا بنحارسين على موضوع حقوق الانسان من منظور فكري، معتقدات احنا بنمارسها. لما بيجي نتكلم زي يعني ما تم تناوله حتى من يعني شبابنا اللي اتكلم في الموضوع او من السيدة السفيرة مشيرة خطاب على موضوع عدم التمييز وعملية التمييز على اساس ديني او اي اساس اخر، حتى الكلام ده احنا ما عملناهوش تحت ضغط من حد، احنا عملناه في ضوء معتقدات وافكارنا اللي احنا بنقول فيها ان التنوع والاختلاف ده امر
احنا بنقوله أمر سنة من السنن الكونية، يعني الاختلاف والتنوع بين الناس في اللغة وفي اللون وفي الشكل وفي الثقافة وفي كل شيء، ده سنة. مش هنقدر نخلي العالم كله يتكلم لغة واحدة، مش هنقدر نخلي العالم كله شكل واحد، مش هنقدر نخلي العالم كله مشاربه السياسية مشرب واحد. وأتصور أن لو احنا فكرنا أن احنا عايزين نعمل ده، نقول الكل يبقى له لون سياسي واحد أو فهم وممارسة واحدة، أخشى أن احنا يكون ده شكل من الأشكال الاستعلاء بالقدرة، الاستعلاء بالإمكانيات، الاستعلاء حتى بالممارسة. لابد يبقى فيه تنوع واختلاف بين الدول وبعضها البعض. ده مش أنا اللي بقول كده، مش أنا بقول كده عشان بحاول أروج لحاجة أو أدافع عن حاجة، لا، أنا بتكلم دي، ده الواقع اللي الدنيا كلها موجودة فيه. النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيها هنا، وكانت برضو من النقاط المهمة، موضوع اللي طرحته السيدة المشيرة أن سفيرة خطاب، أن احنا نحط مع توصياتنا اللي ممكن نبعتها أو هتبعتوها للأمم المتحدة، أن لما حصل تطور، والتطور ده كان كاشف، أنا بكلم على الأوبئة هنا، وده كان كاشف، وأن ده مهم أن يتحط يبقى جزء أو بند من بنود حقوق الإنسان اللي هو مجابهة الأوبئة والأمراض الخطيرة، وأيضا الزيادة السكانية والسيطرة عليها. وأنا هتكلم في النقطة دي على أنها قد إيه بتمثل تحدي لكثير من الدول. كثير من الدول اللي موجودة يمكن، أو الدول الغربية بالتحديد، النمو السكاني بتاعها متوقف أو ثابت على مدى يمكن 30-40 سنة، يعني بنيته الصحية ما كانتش محتاجة دعم، بنيته الصحية لأنه كان عدد سكانه مثلا في أي دولة من غير ما نذكر أسماء كانت 40 أو 50 مليون، يبقى البنية الصحية اللي موجودة على مدى 30-40 سنة اللي فاتوا ما كانتش محتاجة تعزيز أو تطوير. طب تصوروا دولة زي مصر، دولة زي مصر كان لو بنتكلم على 2 و2.5 مليون زيادة سنوية، أنا لما أجي أعزز البنية الصحية لمصر، ده كل سنة محتاج أضيف تعزيز، مش بنية صحية بس، لا، حتى البنية التعليمية اللي هو المدارس والجامعات، ده أمر يتحط في الاعتبار إنه ده تحدي من التحديات، لأن أنا لو أنا ما قدمتش تعزيز للعملية الصحية في مصر تتناسب مع الإنسان اللي عندي، طب أنا كده أثرت كدولة في حق من حقوق الإنسان في العلاج الصحي الجيد أو التعليم الجيد. أنا عايز أقول إن ده تحدي. طب هل الناس أو لما بيتم تناول حقوق الإنسان في مصر، أنا هقبل أي شكل من أشكال يعني التناول لما يعني لأوضاعنا في مصر، لكن أيضا أن يكون التناول تناول متكامل، تناول شامل. دي قضايا موجودة عندنا. هو النهاردة لما يكون عندي إنسان يعني 2.5 مليون كل سنة، هو أنا مش محتاج أن أنا أشغلهم ويعطيهم فرص عمل؟ هو ده مش من حقه كإنسان أن هو يشتغل ويعيش، ولا مش من حقه؟ طب أنا أعمل ده إزاي؟ وعشان كده أنا بأتفق وبأكد وداعم تماما لفكرة أن النقطة دي تبقى أحد نقاط حقوق الإنسان، عشان الناس تبقى عارفة أنها بتمثل تحديات لدول زي دولنا. فدي نقطة أنا بس كنت عايز أتكلم فيها كمان. وعايز أقول لكم على حاجة، إحنا لما جاءت الجائحة كانت ضربت العالم كله، إحنا في مصر رصدنا 100 مليار جنيه في دولة يعني ظروفها الاقتصادية مش قوية. السياحة في مصر اتضربت بشكل كامل، وده قطاع كبير جدا بيدر أكتر من 14-15 مليار دولار. القطاع النقل وحتى في قناة السويس تأثر بشكل كبير،
حركة النقل في مصر أو حركة النقل في العالم كله اتأثرت، وده قطاع كان برضو بيدر أموال لينا وتأثرنا بيها تأثر كبير، لكن ده ما منعناش في إطار إن إحنا الحفاظ على حقوق شعبنا، وزي ما تقال كده إن ده ما حصلش فيه تمييز بينه وما بين الموجودين عندنا، الناس اللي هم إحنا ما نقولش عليهم لاجئين بالمناسبة لضيوفنا اللي موجودين هنا شبابنا، إحنا ما بنقولش عليهم لاجئين. وعايز أقول لكم على حاجة، طب ما هو التناول هو حق الهجرة، حق من حقوق الإنسان. إحنا في مصر هنا بنتكلم على 6 مليون إنسان جم نتيجة الصراعات اللي موجودة بعضها، يعني نتيجة الصراعات اللي موجودة أو محدودية القدرات وحجم الفقر اللي موجود في دول يعني قريبة مننا. لا منعناهم ولا قعدناهم في مخيمات. أنا بتكلم على رقم كبير قوي، مش بتكلم على 5000 ولا 10000. يعني أصدقائنا في أوروبا بيرفضوا إن هم يستقبلوهم، أنا بتكلم على 6 مليون إنسان. 6 مليون إنسان موجودين هنا، مش موجودين في معسكرات، ما فيش معسكرات لاجئين في مصر خالص. الناس دي مدموجين في مجتمعنا، بيشتغلوا بياكلوا بيشربوا وبيتعلموا بيتعالجوا. يمكن تكون قدراتنا مش متقدمة قوي وإمكانياتنا تكون مش متقدمة قوي زي الدول الغنية، لكن على الأقل إحنا يعني تم إتاحة ما لدينا لهم من غير كلام كتير، من غير كلام كتير، وما سمحناش لنفسنا إن إحنا نبقى معبر لهم يعبروا فيه إلى المجهول ويلقوا مصير يعني قاسي جدا في البحر المتوسط أثناء هجرتهم لأوروبا. ما عملناش ده. مش عايز أطيل عليكم، أنا سعيد بأن يتم تناول هذا الموضوع المهم وأيضا ربطه بموضوع زي موضوع الجائحة، جائحة كوفيد وتأثيرها، وقد إيه زي ما بقول كده الموضوع بتاع الجائحة كان كاشف، وأيضا موضوع الهجرة وتعامل الدول معاه هو أيضا كاشف، كاشف لفكرة ومفهوم وممارسة حقوق الإنسان. يا ترى هتستقبلوا الناس اللي هي ما عندهاش فرصة ديت، ولا بتحافظوا على مجتمعاتكم وبتحافظوا على مكتسباتكم وبتحافظوا على قدراتكم الاقتصادية، مش مستعدين تدوا لحد؟ احنا هنا ما عملناش كده، احنا هنا في مصر ما عملناش كده. احنا رغم ظروفنا الاقتصادية الصعبة استقبلنا بتواضع كل من لجأ إلى مصر خلال السنوات الأخيرة دي. يبقى كلمة واحدة مهمة تنتبهوا لها، إن مش عارف إن النقطة اللي أنا هقولها دي يمكن حتى يعني إنها تتم ذكرها أو لا في موضوع حقوق الإنسان. يا جماعة يعني اللي بيعمل صراعات في الدول تؤدي إلى خرابها، ده ما يعتبرش، ده أمر لابد إن احنا نحطه في الاعتبار، إن الدول اللي بتسعى إلى تخريب الدول الأخرى من خلال التآمر وأمور أخرى، هل ده ما يعتبرش هو النهاردة اللي حصل في الدول اللي موجودة حوالين مننا؟ هو في حد نجي في دولنا الموجودة دي غير مصر؟ في منطقتنا العربية دولة نجت من الخراب غير مصر؟ مش عايز أقول أسماء الدول عشان بطبيعة الحال مش عايز يعني أعمل إيلام للدول اللي بتعاني من كده، لكن أكيد كلنا عارفين الخريطة بتاعت منطقتنا هنا وحالة الخراب والدمار اللي موجودة فيها ومعسكرات اللاجئين اللي فيها ملايين البشر بقالهم 10 سنين موجودين دلوقتي. يا ترى حقوق المواطنين، مش بس حقوق المواطنين، النتاج الاستمرار في معسكر للاجئين 10 سنين، يعني الطفل اللي كان عنده 7 سنين بقى عنده 17، والبنت أو الفتاة اللي كان عندها 8 سنين بقى عندها 18 سنة،
موجودة فين؟ موجودة في معسكر. أنا بتكلم على ملايين، بتكلم على ملايين، مش بتكلم على 10,000 ولا 100,000. موجود في دول فيها 2 مليون وثلاثة مليون لاجئ، علاوة غير اللاجئين اللي موجودين داخل المعسكرات الداخلية للدول ديت. اللي قام بالعمل على هدم الدول ديت هو مش ده من حق من حول الإنسان إن إحنا لا نتدخل في شؤون الدول حتى نخربها ونسيب المواطنين البساط يعانوا؟ مصر كانت هتبقى من الدول، دولة فيها 100 مليون كانت معرضة للخراب وللدمار. المفروض إن يعني حد زي في الوظيفة ديت ما يتكلمش كده، عشان يعني لكن لا، لازم نكون كشباب ينظر أي من أي دولة في العالم إن هو ينتبه، وينتبه إنه يبقى دايما عنده العقلية النقدية لما يتم طرحه. اسمع وشوف وافرز بعقلك، شوفوا العالم اللي احنا حولنا من اللي انا بتكلم عليه ده بقى فين، ليه بقى العالم اللي الدول دي اللي بتكلم عليها حجم الضرر والخراب وحقوق الانسان اللي استهلكت فيها قد ايه؟ ليه؟ اخشى ان يكون التنافس السياسي والمصالح بتؤثر كتير جدا جدا على الإجراءات اللي بيتم، وبالتالي يتروح فيها دول في الرجلين ويضيع شعوبها وتتخرب البلاد ديت ويبقى ملهاش مستقبل لخمسين ومئة سنة قادمين. فأنا بشكركم جميعا، حتى اللي قام بالمساهمة وقام بالهجوم على مصر بمنتهى الشد، أنا بشكركم. صحيح أنا حسيت إن الخطاب قاسي جدا، لكن صدقوني الواقع اللي موجود في مصر، مش بقوله كده، أنا بقول لكم كشباب هتسافروا من هنا اللي مش موجودين معانا في مصر، الواقع اللي في مصر مش كده خالص. وبالتالي ده شكل من أشكال الإساءة بقصد أو بدون قصد للدولة المصرية. شكرا جزيلا. شدد الرئيس السيسي على أن وجود الخطر لا يمنع وجود سبيل لمجابهته، مضيفا أن قادة العالم قادرون على مجابهة مخاطر تغير المناخ خلال السنوات القادمة. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة الطريق من غلاسكو إلى شرم الشيخ ضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الثاني لمنتدى شباب العالم. وأضاف الرئيس السيسي أن هناك خطورة نابعة من ازدياد عدد السيارات المتوقع خلال السنوات القادمة، وأن الحل يكمن في إحلال السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بسيارات أخرى تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، وهو ما قامت به مصر بالفعل، حيث أطلقت مبادرة منذ 5 سنوات لإحلال تلك السيارات حتى تصل مصر إلى أول سيارة كهربائية مصنوعة محليا بحلول عام 2023. وفي ذات السياق أشار إلى موضوع البحيرات التي تخضع لعملية تطوير وتطهير كاملة في مساهمة من الدولة لتحويل تلك البحيرات إلى طاقة اقتصادية، كما تطرق الرئيس السيسي إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مضيفا أن الدولة خصصت أكثر من 80 مليار جنيه لتبطين الترع وإعادة تأهيلها. وفي الوقت ذاته تتجه الدولة لمتابعة مصانع الحديد والأسمنت ومشروعاتها من أجل التقليل من حجم الانبعاثات، فضلا عن تطوير شبكة الطرق والكباري القومية لتوفير فرص العمل. كما أوضح الرئيس السيسي أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر تكاد لا تذكر، مع ذلك فإن الدولة منتبهة لخطورة الأمر عالميا، مشيرا إلى أهمية مشاركة الشباب والإعلاميين والسياسيين والقطاع الخاص في إعادة تعمير الأرض.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تحركت بسرعة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وأضاف الرئيس في تعقيبه خلال جلسة نقاشية بعنوان الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية والتي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، أن مصر قامت بتطهير جميع البحيرات لمجابهة خطر التغيرات المناخية. لو كلنا تصورنا أو كلنا كدول والقطاع الخاص شاف الفرص اللي موجودة في عملية الإجراءات اللي بتتعمل لمجابهة تغير المناخ هيتحرك وهيشتغل فيها. هديكم برضو مثالين لحاجة احنا عملناها في مصر هنا وكانت بالنسبة لنا أتصور أنها فرصة. الدكتور مصطفى اتكلم على موضوع البحيرات اللي كانت موجودة وحجم التلوث اللي كان موجود فيها. أنا بتكلم على موضوع بقاله عشرات ويمكن مئات السنين ما حدش اقترب منه هنا في مصر. احنا دخلنا في برنامج بقى لنا 4 سنين لتطهير هذه البحيرات. ما العمل ده واحنا بنعمله هيترتب عليه تشغيل للناس القائمين على عملية التطهير، ثم ايضا ستتحول هذه البحيرات الى طاقة اقتصادية مناسبة بعد ما يتم تطهيرها وتجهيزها. وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر قامت بتطهير جميع البحيرات وتبطين التراب بمسافة تصل إلى 40,000 كيلومتر بتكلفة تصل إلى 80 مليار جنيه. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تنفذ مبادرة حياة كريمة لتغيير حياة 60 مليون مواطن، مما وفر آلاف فرص العمل للشباب وتشغيل مصانع الأسمنت والحديد ووسائل النقل، بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق، وذلك على الرغم من أن مصر لا تعاني من مشكلة الانبعاثات الضارة وتكاد لا تذكر مقارنة بنسبتها على مستوى العالم. المشروع بتاع حياة كريمة اللي طرحه برضو دولة الرئيس على أن احنا بنغير حياة 60 مليون، سواء كان بأن احنا بنعمل تبطين للترع، احنا بيتكلم على 40,000 كيلومتر من الترع هيكلفون أكتر من 80 مليار جنيه. هما 80 مليار جنيه دول مش دول فرصة عمل متاحة للناس القائمين على عملية التبطين؟ هما مصانع المواد اللي بالأسمنت والحديد اللي بتشتغل دي هتبقى فرصة عمل للناس اللي بتقوم بهذه الصناعة، ثم وسائل النقل وحاجات أخرى كثيرة. إذن رغم أنها يعني محنة أن احنا كان عندنا هذا الأمر عايزين نغيره وحيكلفنا تكاليف كثيرة جدا جدا، لكن هو في النهاية هيبقى فيه فرص جواه، بالإضافة طبعا للهدف الرئيسي منه اللي هو الإصلاح عملية المناخ. وضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مكاتب رواد الأعمال. كما تفقد الرئيس السيسي كذلك معرض أبناء سيناء وتراثنا ومتحف حياة كريمة في المنتدى. ازي حضرتك؟ انا دكتور عمرو سعد يا فندم من الجامعه البريطانيه وقائد فريق رياده الاعمال هنا يا فندم. حاولنا نعمل بيئه متكامله بدل ما نجيب شركات تعرض بس المنتجات او الخدمات بتاعتها، لا يبقى عندنا فرصه ان احنا نعمل بيئه استثماريه كامله، عندنا ناس بتدرب الشركات وبنعمل تواصل بينهم وبين بعض علشان نبدا نجهز لمؤتمر 25 و26 بتاع الصناعات الصغيره. انا الاول عايزه اشكر حضرتك على 3 حاجات. معلش قابلت حضرتك في تراثنا وكنت حكيت لك مشكله عن الاخ المرافق في قانون ذوي الاعاقه، حضرتك مش حليت لي المشكله، حضرتك غيرت القانون كله، فالف الف شكر بجد، انت حليت المشكله لينا كلنا. مساء القبائل كلها يا فندم، برجالها بحريمها كلهم يا فندم برحبوا بك يا فندم، يا رب ان شاء الله التراث بتاعنا بيعدي في سياده الفندم. كل سنة طيب يا فندم. تقدم نذكر سيادتك، أنا سلام مرحيل عضو مجلس النواب، ومشكر سيادتك على المشاريع اللي بتحصل عندنا في سيناء ومصر سيناء
هي بأمانة لامت كل جميع القبائل وخاصة مصر على الرخام والطرق اللي تدمر بجنب القوات جنبها القوات المسلحة والشرطة المدنية وربنا يديك الصحة. يعني عاملة شغل في سيناء بسيادتك يا فندم. تطوير سيناء العزيزة، تطوير يا فندم يشتمل جانبين، تطوير اقتصادي وتطوير انساني. تطوير اقتصادي احنا كأهالي سيناء يا فندم كبار وشباب لينا حلم ونحب نتحقق يا فندم في عصر سعادتك، هو انشاء مجمع مصانع في الجفافة لإنتاج أجود أنواع الرخام اللي بيتم تصديره يا فندم واستخدامه محلي، اللي وفر يا فندم 600 فرصة عمل لأهالي سيناء بطريقة مباشرة. أنا حابب أشكر حضرتك بالنيابة عن كل أسر الشهداء وكل أهالي سيناء على اللي بتعمله معانا وبتقدمه لنا واهتمامك بينا. وهدية حضرتك وصلت اللي من يومين بطاقة التكريم اللي لها مميزات كتير في التعليم والصحة والإسكان والنقل. حابب أشكر حضرتك برضو على توفير فرص عمل لكل أسر الشهيد، وإن شاء الله ننمي بلدنا وإن شاء الله إيدينا في إيدين بعض لتحيا مصر. شكرا يا رئيس. سعداء جدا ان احنا النهارده نكون في منتدى الشباب العالمي، ودايما كل معرض بتنورنا بتهتم ببنات سينا وسيدات سينا، يا ريت تنورنا ان شاء الله في منتدى شمال سينا ان شاء الله. نتطور بحضرتك دايما. الامور ماشيه كويس صحيح، مش عايزين احنا برضه معرض راسنا بفكر في مكان الستات يتعلموا التطريق نفسهم التطريق عليهم. بفكروا بيه وحدات صوفيه نعملها اشكال تحفه وموديلات تواكب العالميه، ده كله هيلاقي سوق بره برضو تاني. ها انا مستعد خامات خامات صحيح. شكرا يا رئيس. انت عايزه العالميه وانا عايز كده. دي بقى نموذج للفتاة البدوية سهام سعيد، دي أول فتاة بدوية تدخل الجامعة البريطانية علوم سياسية وقربة حقوق جامعة القاهرة. ده نموذج للشباب الفتاة البدوية. طبعا 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 يسعدني يا رب يا حبيبي. ده ده الرحاية يا فندم اللي بنطحن بيه العيش زمان، بيعملوا الخبز والعيش بتاعهم أصلا. فين العيش طيب؟ يلا فين العيش؟ عايزين نهديك أغنية نسمعك حاجة. يلا يلا سمعت حاجة. دي الشباب عندنا كانت طيب. الآلة الموسيقية بتاعت المرأة البدوية. يا هلا ويا مرحبا والريس شرفنا، يا هلا ويا مرحبا والسيسي حامي. شكرين شكرين شكرين. نصور معاكم بقى. طمنيني الامور ماشيه كويس. الحمد لله الحمد لله صحيح. والله تسلم يا ريس. والتسليم ماشي كويس الحمد لله كله بفضل حسك وحس ربنا بفضل الله ونعم بالله. لكن التسليم ماشي كويس الحمد لله نعم ان شاء الله ربنا خير. ونشكرك على انك بتدعم السينا المصريه والسينا السيناويه وانت فينا احنا فيك يا ريس. تسلم تسلم. انا حرم الشهيد الوقت شرطه محمد سلمي السواد. قابلت حضرتك في 2015 طلبت منك طلب رأس الشهداء وأوفيت ويعني وعدت وأوفيت يا رئيس. واحنا بنشكرك والله بنشكرك يا رئيس. الله يحفظك. تسلم يا رئيس. تسلم ربنا يحفظك. سلام عليكم. شرفتنا. ده انت والله انا سعيده. انا والدي الشهيد محمد سمير شجاع والدي الشهيد، وكنت نفسي اقابل حضرتك. والله شرف وامنيتي كنت اقابل حضرتك. مش عشان كده أمنيتي أقابل حد، نفسي أقول إن شهيد نفسي أقابل. أنا بحسد الناس اللي بتقابلهم في الشارع، بحسدهم بقول ليه بختهم إنهم قبل حضرتك. ليه يا شهر. والله أنا اللي ليه يا شهر. والله ليه بحياتك. عايزين إن شاء الله إن شاء الله يبقى لينا سوق خاص بنا في سيناء. لسيناء في القاهرة نفسه. لأن نجيب حاجتنا من هناك ونسوقها بكل يعني ما فيش يبقى فيها صعوبة وتعب. ده مطلب منك يا من سيناء. وبنبنيها بإيدينا أشوفها تبهى.
استقبل الرئيس السيسي بشرم الشيخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي شدد على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وكذلك حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دوليا وإقليميا من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام. في اليوم الثاني من فعاليات منتدى شباب العالم وعلى هامش المنتدى، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس شدد من جانبه على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وكذلك حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دوليا وإقليميا من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام. من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة السيد الرئيس ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية وكذا جهود إعادة إعمار قطاع غزة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من شرم الشيخ كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية أطلعنا على أبرز فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم. نعم بالفعل، ربما اليوم هو ثاني أيام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، ولكن إذا أجملنا ما حدث اليوم سنتحدث عن أهم ورش العمل التي ربما حضرها الوفود الأجنبية والمصريين أيضا هنا في المنتدى في مركز المؤتمرات. ربما كانت من الورش الهامة جدا هي الورشة الخاصة بالتغيرات المناخية، هذه الورشة التي تم مناقشة فيها العديد من الموضوعات التي من الممكن أن تؤثر على أمن وحياة المواطنين وخصوصا في ظل التغيرات الأخيرة. وأيضا كان هناك ورشة خاصة بالمرأة والتي أيضا تحدثوا عن دور المرأة الفاعل في المجتمع وكيفية إعطاء المرأة حقوقها وأيضا توفير جميع سبل المساواة بين المرأة والرجل بشكل عام وأيضا استقبال الأفكار المختلفة. ولكن هناك أيضا جلسة خاصة فيما بعد جائحة كورونا وهي خاصة بالتطور التكنولوجي وأيضا استخدام الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة أيضا للحفاظ على البيئة، وشارك فيها العديد من الضيوف من خارج مصر وتحدثوا أيضا وذكروا عن أهمية المشاريع التي يتم إنشاؤها في الفترة الأخيرة في القارة الإفريقية، وربما من أهمها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان. أيضا ربما اليوم رصدنا بعض ردود أفعال وآراء رؤساء الدول الذين علقوا على مشاركة وفودهم في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وأشاد بمشاركة الشباب بآرائهم التي من الوارد أن يتم استخدامها كتوصيات في نهاية المنتدى، والذين شاركوا بالفعل في العديد من الورش. عندما تحدثت أيضا مع الوفود الأجنبية هنا من عدة دول تحدثوا ربما عن نقاط هامة من أهمها تبادل الثقافات بينهم وبين زملائهم الوفود وزملائهم الشباب من الدول المختلفة، وأيضا تحدثوا عن أهمية تبادل الثقافات.
شكرا لمراسل أو موفد التلفزيون المصري كريم بيبرز. قال رئيس مجلس الوزراء إن مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المشروعات التي تهتم بمواجهة أزمة التغيرات المناخية، حيث يستهدف تطوير وتنمية جودة الحياة لستين مليون مواطن في الريف المصري. جاء ذلك في كلمته خلال جلسة الطريق من غلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، حيث أوضح مدبولي أن المشروع يعتمد على توفير مشاريع خضراء صديقة للبيئة. ويأتي على يعني رأس هذه المشروعات مشروع حياة كريمة للدولة المصرية، ويمكن فخامة الرئيس أشار إليه امبارح، مشروع بيستهدف تطوير وتنمية جودة الحياة لستين مليون مواطن في الريف المصري. وهذا المشروع من مكوناته مكونات حاكمة وأساسية في مجال التغيرات المناخية ومواجهتها، سواء في موضوع التخفيف من حدة الانبعاثات أو حتى في التكيف مع المتغيرات المناخية. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كارين فيلتشر المديرة الإقليمية لمكتب برنامج الأغذية العالمية بالقاهرة التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم. ورحب رئيس الوزراء بمشاركة برنامج الأغذية العالمي بمنتدى شباب العالم، مشيدا بالتعاون القائم بين مصر والبرنامج. تناول اللقاء ملفات التعاون بين مصر والبرنامج الأممي، كما رحب رئيس الوزراء بالتعاون مع البرنامج في دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أهمية تكنولوجيا المعلومات خاصة بعد الجائحة في كل قطاعات الدولة وفي كل المشروعات التنموية. وعلى هامش المنتدى وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري، أوضح طلعت أنه تمت مناقشة دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية وتتبع مسار العدوى وملفات المرضى. الكل اقتنع لا أقول أهمية ولكن محورية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة قطاعات الدولة وفي كل المشروعات التنموية والنهضوية في أي صناعة أو قطاع. اليوم ناقشنا العديد من القضايا المهمة في هذا المجال. تحدثنا عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية، ومع بداية الجائحة ظهرت أهمية تكنولوجيا المعلومات في تتبع مسار العدوى، في تتبع ملفات المرضى، ومن ثم التنبؤ بمعدلات انتشار المرض وأماكن هذا الانتشار. كل هذه المنظومات بنيت وتعاظمت قيمتها مع الجائحة. خلال فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك عدد من المتحدثين والشباب المشاركين في طاولة مستديرة بعنوان مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة. وضم المتحدثون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمرو طلعت وكيفن فري الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة جيل بلا حدود وعدد من المتخصصين. ناقش المشاركون في المائدة المستديرة رؤيتهم لمستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورها في التغلب على التحديات المختلفة، خاصة في مرحلة ما بعد الجائحة في قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والسادس وتطبيقاتها في مختلف المجالات. وضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، عقدت اليوم جلسة تحت عنوان نحو عالم آمن وشامل للمرأة. وشارك في الجلسة نخبة من المتحدثين ضمت رئيسة المجلس القومي للمرأة دكتورة مايا مرسي وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر فريدريكا مايور وعدد من المتخصصين. كما شارك مجموعة من المتحدثين في فعاليات الجلسة عبر المنصة الافتراضية لمنتدى شباب العالم. ووجهت الدكتورة مايا مرسي التحية والتقدير للقيادة السياسية المصرية على مجهودات مصر لدفع المرأة لمستوى القيادة. ولفت المتحدثون الانتباه إلى عدة محاور بارزة فيما يخص قضايا المرأة في ظل جائحة كورونا، أولها تحمل النساء مسؤولية أكبر نتيجة إغلاق المدارس أثناء الجائحة وخسارة النساء لوظائفهن بشكل أكبر من الرجال.
أكد أحمد الشريف مدير الإرشاد الأكاديمي بإحدى وحدات مديرية التربية والتعليم أن الشباب لديهم العديد من الأفكار والمقترحات لتحقيق رؤية التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأضاف الشريف أن التواصل بين الأجيال يعد ضرورة لمناقشة الرؤى المختلفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إحنا كلنا يكون لنا رؤية واحدة. لما بنتكلم عن الرؤية بنتكلم عن رؤية مصر 2030. الشباب عندهم أفكار مهمة جدا وعندهم تطور تكنولوجي عالي جدا يقدر يساعد الدولة والعالم كله في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحقيق المستقبل. بالظبط كده، هم كمان الحاضر زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، هم اللي هيساعدوا إن احنا نحقق الرؤية دي لو وحدناها مع بعض وقدرنا نفهم بعض ويبقى بيننا علاقة احترام وتفاهم ومشاركة وتشجيع للشباب، هنقدر نوصل للرؤية دي إن شاء الله. في مستهل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب. Hello, we are from Ethiopia. From Turkey. From Brazil. From Tunisia. From Ghana. From Guinea. From Algeria. From Jordan. I'm from Cameroon. From South. From Pakistan. From Ukraine. You're from Egypt. تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، ونجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها القوية للعناصر الإجرامية المتورطة في جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية والفساد الوظيفي. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بالإسكندرية لقيام عناصره بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضي بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وفي إطار التصدي لجرائم الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي بالسويس يتزعمه مالك شركة للدعاية والإعلان لتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، نظير قيام شركته ببث برامج وفيديوهات لبعض الأشخاص على الإنترنت وقيامه عقب ذلك باستبدالها بالعملة المحلية وتسليمها لأصحاب الفيديوهات مقابل عمولة مع استفادته من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وبلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط طبقا للفحص المستندي 23 مليونا و 640 ألف جنيه. كما نجحت الإدارة في ضبط 3 تشكيلات عصابية بأسيوط وسوهاج والمنيا لقيام عناصرها بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وبلغ حجم تعاملاتهم في هذا النشاط طبقا للفحص المستندي 15 مليونا و 659 ألف جنيه. وعلى صعيد التصدي لجرائم الفساد الوظيفي، تمكنت الإدارة من ضبط أمين عهدة بإحدى الجمعيات الاستهلاكية بسوهاج استغل موقعه الوظيفي واستولى على أكثر من 31 طن دقيق من عهدته وبيعها لحسابه الشخصي مما أضر بالمال العام. مديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي لقيام عناصره بتزوير الأختام والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية وبحوزات من المستندات المزورة والأختام المقلدة والأدوات المستخدمة في التزوير. كما نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة في ضبط تشكيل عصابي من شخصين لإدارتهما مطبعة بدون ترخيص وتزوير محررات ومستندات رسمية، وتم ضبط الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير.
أكد رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حرص الحكومة الانتقالية على استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وتعيين رئيس الوزراء المدني. جاء ذلك خلال لقاء البرهان في الخرطوم مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان مستشار شؤون الرئاسة كونستيلو كرانك. وخلال اللقاء أثنى البرهان على دور رئيس جنوب السودان في دعم مسيرة السلام والاستقرار عبر الوساطة وإيجاد قاعدة مشتركة للحوار بين كافة المكونات للوصول لرؤية موحدة تحقق تطلعات الشعب السوداني. أعلن رئيس كازاخستان قاسم توكاييف عن انتهاء مهام قوات حفظ السلام بنجاح، وأن انسحابها من بلاده سيبدأ في غضون يومين ولن يستغرق أكثر من 10 أيام. وأكد توكاييف أن محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مشيرا إلى أن توجه بلاده بطلب لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من أجل إرسال قوات حفظ السلام كان في إطار القانون، وخلافا لذلك كان من الممكن فقدان السيطرة على المآتا. ووفقا لقرار مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي الذي تم تبنيه في 6 يناير، تم إرسال قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة زمنية محدودة للعمل على استقرار الوضع في البلاد. قالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 70 طائرة تم استخدامها لنقل قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نظمت في نفس الوقت رحلات لإجلاء 1719 مواطنا روسيا وأجنبيا من كازاخستان. يذكر أنه وفقا لقرار مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فقد تم إرسال قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان. والآن جاء موعد الأنباء الاقتصادية. ورجائي رمزي، أهلا بك رجائي. أهلا بك يا سحر، أهلا بك ياسر. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول فيديو يزعم اقتصار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على الحي الحكومي فقط. هذا وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة التي نفت تلك الأنباء. وأوضحت الشركة أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أكبر مشروعات التطوير العقاري في مصر، تم إنشاؤه وفق أحدث التكنولوجيات العالمية بهدف تأسيس مدينة متكاملة إداريا واقتصاديا وسكنيا وخدميا شاملة كافة الخدمات، حيث تضم 8 أحياء سكنية لاستيعاب 2 مليون مواطن في مرحلتها الأولى لتكون مدينة آهلة بالسكان. قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإلقاء الضوء على أحدث تقارير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو لعام 2022 حول مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة. وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء توقع التقرير الأممي 3 اتجاهات مستقبلية للصناعة نتيجة للجائحة. يتمثل أحد أهم هذه الاتجاهات في تسريع رقمنة الانتاج الصناعي، مما يتيح التحكم عن بعد في المصانع وتقليل الاعتماد على العنصر البشري. الاتجاه الثاني يتمثل في تحول القوى الاقتصادية العالمية، حيث يشير التقرير إلى أن آسيا ستصبح مركزا مهيمنا للانتاج الصناعي. أما بالنسبة للاتجاه الثالث فقد تمثل في التحول نحو الصناعة الخضراء لضمان الكفاءة والاستدامة من خلال انخفاض كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
أكدت وزارة الموارد المائية والري أنه تم إرسال خطاب القبول لشركة يابانية للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وذلك خلال شهر فبراير المقبل. وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع الكبير يعد ضمن مجموعة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشأة الري بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد الذي يحظى بالأولوية في مشروعات التنمية. وإلى أسواق المال مشاهدين، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعي للمؤشرات بعدما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع، في حين مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء. سجل رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.651 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 0.17% ليغلق عند مستوى 12.22. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.27% ليغلق عند مستوى 2.286 نقطة، فيما هبط أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.5% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. يسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها 66 قرشا للشراء مقابل 15 جنيها 75 قرشا للبيع، فيما سجل اليورو 17 جنيها 72 قرشا للشراء قبل 17 جنيها 83 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني الى 21 جنيها 25 قرشا للشراء مقابل 21 جنيه 38 قرشا للبيع. هذا فيما لو وصل بالعملات الاوروبيه والعالميه مقابل الجنيه المصري. نتحول الى العملات العربيه مشاهدينا. الدرهم الاماراتي يسجل 4 جنيهات 26 قرشا للشراء مقابل 4 جنيهات 29 قرشا للبيع، فيما سجل الريال السعودي 4 جنيهات 17 قرشا للشراء مقابل 4 جنيهات 19 قرشا للبيع. خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين، كما حذر البنك الدولي من أن مستويات الدين المرتفعة وتزايد التفاوت في الدخل والمتحورات الجديدة لكورونا هي عوامل تهدد التعافي في الدول النامية. وأضاف البنك أن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ بشكل ملحوظ إلى 4.1% في 2022 من 5.5% العام الماضي، وأن يواصل الهبوط إلى 3.2% في 2023. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى الزملاء سحر ناجي وياسر عبد الستار. إليكم. شكرا لك رجاء رمزي. توفي رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عن 65 عاما. يذكر أن ساسولي دخل المعترك السياسي من بوابة الإعلام، حيث كان مذيعا لنشرات الأخبار، وفي عام 2019 انتخب رئيسا للبرلمان الأوروبي لولاية مدتها عاما ونصف العام. ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأوروبي الثلاثاء المقبل جلسة لانتخاب رئيس جديد خلفا لساسولي. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. مرة أخرى نعود إلى الزميل رجاء رمزي. إليك رجاء. شكرا ياسر، شكرا سحر. مشاهدينا، أخبار الكرة والملاعب نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الرياضية. افتتح المنتخب المصري مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالخسارة أمام نظيره النيجيري بهدف نظيف في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بالمسابقة المقابة في دولة الكاميرون. بهذه الخسارة يظل منتخب مصر بلا رصيد من النقاط، بينما رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتة.
وفي البطولة ذاتها اكتفى المنتخب الجزائري بالتعادل السلبي أمام نظيره منتخب سيراليون. بهذه النتيجة أصبح رصيد الجزائر نقطة واحدة بتساوي مع سيراليون في انتظار المباراة الثانية للمجموعة الخامسة التي ستجمع ما بين غينيا الاستوائية وكوت ديفوار غدا. نبقى أيضا مع كأس الأمم الإفريقية، حيث يلتقي المنتخب التونسي غدا مع نظيره المالي، بينما يواجه المنتخب الإيفواري نظيره منتخب غينيا الاستوائية في المباراة أخرى تلتقي موريتانيا مع غامبيا. محليا تنطلق غدا منافسة النسخة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة. في مواجهات الغد يلتقي بيراميدز مع الاتحاد السكندري، بينما يواجه المصري البورسعيدي فريق مصر المقاصة. يلتقي أيضا فيوتشر مع إيسترن كومباني. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية. عودة إلى الزملاء مرة أخرى، سحر ناجي وياسر عبد الستار، إليكم. شكرا لك رجاء. بدأ فريق إيطالي فرنسي في عمليات تنقيب بالقارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا لاستكشاف ودراسة عينات جليدية عمرها 1.5 مليون سنة. وبعد أيام قليلة من العمل وصل الفريق بقيادة الباحث كارلو باربانتي إلى عمق 130 مترا، ويستهدف المشروع الذي تصل مدته 7 سنوات النزول إلى عمق 2700 متر بهدف العثور على عينات الجليد التي ستكون ضرورية لتقييم اتجاهات المناخ وتنفيذ استراتيجيات التخفيف من حدة تغيرها. والآن الموعد مع أخبار الأحوال الجوية. ومرة أخرى رجائي رمزي. شكرا سحر، شكرا ياسر. مشاهدينا، توقعات الأرصاد الجوية غدا في هذه النشرة الجوية نتابع. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، أيضا شمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. هذه مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات. نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى، فيها 19، الصغرى 11، الإسكندرية 18، 11 مطروح 17، 11 بورسعيد 20، 12 الإسماعيلية العظمى، فيها مشاهدينا 19، أما الصغرى ف 11. محافظة السويس العظمى فيها 19، 11 الصغرى، أما العريش فالعظمى فيها 18، الصغرى 8، أما طابة ف 19، 12 شرم الشيخ 24، 15 الغردقة العظمى فيها 23، أما الصغرى ف 13. الأقصر 25 هي الدرجة العظمى، أما الصغرى فيها ف 10 درجات. أسوان 25، 11 الوادي الجديد 24، 6 درجات. أما شلاتين ف 25 العظمى فيها، أما الصغرى ف 14. حلايب 23، 15. والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع.
انتهت نشرة التاسعة، وإليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يؤكد مواصلة الدولة لجهودها لتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تحركت بسرعة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. الرئيس السيسي يشدد على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية. إلى هنا نصل بحضرتكم إلى ختام نشرة الأخبار، ولكن مستمرون بعد نشرة الأخبار وبرنامج التاسعة ويوسف الحسين.